ثم اسم الله عز وجل الودود. نترك مساحة. الودود المجيد. الحمد لله. المجيد هذه 8 أسماء من أسماء الله الحسنى كتبناها اليوم، وإن شاء الله نرى وقت مناسب في الأيام القادمة نكمل إن شاء الله بإذن الله نكمل جميع أسماء الله الحسنى في هذه العشر الأواخر المباركة. بارك الله فيكم وألقاكم إن شاء الله في بث قادم بإذن الله.